بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن اخر ثلاجه معانا في الشرب، اللي هي الشرب التركي. دي يا جماعه بتقفل في تركيا، بس هي ضمان شركه العربي، مش هيبقى العربي ضمان 10 سنين. بيجي في الثلاجات التركي في الشرب، بتيجي الثلاجه فوق والفريزر تحت، بيجي منها 3 موديلات. اول موديل اللي هو اصغر موديل اللي موجود قدامنا ده بيكون السالت ريا بتاعته 360 لتر، وبيكون فيه حنفيه. في موديل اكبر منه شويه اللي هو الوسط، بيكون 468 لتر، بيكون من غير حنفيه، واخر سعر ليه تاريخ النهارده اللي هو 6/7 عامل 16750. اللي قدامنا دي عامله 12200 سعر الشركه بتاعتها. الحجم اللي اكبر منها شويه عامله 16750 اللي هي 468 لتر. وفي الحجم الاكبر خالص في الشرب التركي اللي هي 565 لتر، ما بيكونش فيها حنفيه بس عامله لا بيكون فيها حنفيه، عامله 20800. احنا هنعمل بس ريفيو عن الثلاجه الشرب دي اللي هي اصغر مقاس في التركي اللي موجوده عندي في المعرض، وان شاء الله لو جت الثلاجات اللي هي الوسط والاكبر منها خالص او الكبيره خالص هعمل لكم عنها ريفيو. هي الثلاجه اولا يا جماعه بيكون الثلاجه فوق، هو التركي كله الشرب التركي كله بيكون الثلاجه فوق والفريزر تحت. نبص كده على بطاقه الكفاءه والموديل. ده بطاقه الكفاءه يا جماعه، هو الموديل 360 لتر شرب، القدم 12/7 بس هو يعتبر 14. الموديل بتاعها بي جي 465 دي، شرطة اس اس اللي هو ستانلس خام، مادة ستانلس خام. مستوى الكفاءة بتاعتها فيها شاشة ديجيتال بتحكم في درجة التبريد، فيها ده الديجيتال يا جماعة بتحكم في درجة التبريد زي ما انا عايز. عندي اللي هو الزرار اللي فوق بيعلي، عندي زرار اف اللي هو ضد لعب الاطفال، عندي اللي بيوطي، عندي اللي هو الميديوم اللي هو الوسط. او كده كده لما بجيبها ما بلعبش فيها، بخليها زي ما هي. لكن عايز تعرف اي حاجه عن موضوع الديجيتال والتحكم في درجه التبريد بتاعها، بتلاقي كل حاجه مكتوبه في الكتالوج. طبعا مكتوب عندي برده اهو لوحه تعريفيه بالثلاجه، عندي الووتر ديسبنسر اللي بحط الكوبايه من هنا يا جماعه بتنزل لي ميه، بس قبل ده بكون ماليها من جوه، بكون مالي القاروره دي من جوه، بملاها من هنا يا جماعه، بفتح الفتحه دي كده بملاها بقى ميه عصير زي ما انا عايز. الديب فريزر بيكون تحت، بيكون عباره عن ادراج. وبص على التلاجه كده من بعيد عشان تبقى واضحه، هي طويله جدا. كام رف في التلاجه؟ عندي درج الخضار والفاكهه، بعد كده ادراف 2 3 4 5، 5 رفوف. وفيها طبعا الفلتر اللي موجود فوق. اول حاجه في التلاجه ده درج الخضار والفاكهه، وطبعا الضمان ضمان العربي ضمان 10 سنين. عندي ده القطعه البلاستيك بتاعت مكعبات بتاعت البيض، عندي دي بتاعت مكعبات التلج، دي قطعتين تمام. عندي طبعا بفتح هنا التهويه للبروده للخضار والفاكهه او بقفلها. عندي يا جماعه ادي رف، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع، ادي الخامس، وعندي الجنتل اير فلو اللي هو الفلتر بتاع التلاجه. نبص برضو على التقفيل بتاعها، اه يا جماعه ميد ان تركي، وكل حاجه خاصه بالتلاجه والموديل بتاعها موجود والساعه الاتريه وكل حاجه. نبص برضو الميزه في التلاجه دي ان هي كل رف بيكون لها غرف تبريد لوحده. يعني مثلا اول رف هنلاقي ده غرفه تبريد اهو، وده غرفه تبريد بيخدمه على الرف ده. الرف اللي تحتيه عنده غرفه تبريد وغرفه تبريد برضو، غرفتين تبريد، اللي بعديه وهكذا. كل رف بيكون ليه غرفه تبريد بتخدم عليه. اهو يا جماعه موجود حتى الدرج بتاع الخضار والفاكهه. كل رف طبعا كل رف من ده هو ازاز بيستحمل معايا لحد 150 لتر تمام. نبص برضو على الديب فريزر اللي تحت، عندي 3 ادراج. على الحجم الاولاني اهو يا جماعه، اهو حجمه، ده حجمه يعتبر وسط، ده الحجم التاني برضو قده، الاخير ده عشان هو صغير شويه عشان بيكون وراه، ده اخره عشان بيكون وراه الماتور تمام. ده الباب بتاع الفريزر اللي موجود تحت من غير رفوف. ده بقى الباب بتاع التلاجه نفسها، عندي اضراف 1 2 3، ده اللي هو الووتر ديسبنسر، ادي الرابع تمام. نبص برضه على التلاجه كده من ورا، اهو يا جماعه ده شكلها من ورا. طبعا السربنتين او المكثف بيكون خارجي تمام. الموتور بتاعها يا جماعه تايلاندي، الغاز الفريون بتاعها ار 600 ايه، ده الغاز اللي هو بيكون مستورد وانضف شويه. تقفلها كويس، وفيها طبعا العجل بتاعها. ناخد بقى الابعاد بتاعتها، الطول والعرض والعمق. ده يا جماعه اهو العرض بتاعها، العرض بتاعها بالظبط 60،
هي واخده ارتفاع بس مش واخده عرض، هي واخده ارتفاع حتى طولها عالي جدا. هنجيب برضو العمق بتاعها من الجنب، العرض من الجنب، ونشوف الطول بتاعها. ده يا جماعه اهو، ده العمق بتاعها من الجنب 62 سنتي. نجيب بقى الارتفاع اللي هي، عشان هي مرتفعه، هنجيب بقى الارتفاع بالظبط. هي عاليه جدا، يعني هي ارتفاعها عالي جدا، هي واخده طول. وده يا جماعه اهو الارتفاع بتاعها 200 سنتي، 2 متر بالظبط. ده الارتفاع بتاعها، يعني تعتبر ان دي من اعلى الثلاجات اللي موجوده في الطول. تمام. بصه اخيره برضو للثلاجه دي، الشرب التركي ضمان العربي، ضمان 10 سنين. السعه الاثريه بتاعتها 360 لتر. في دي فيها ووتر ديسبنسر حنفيه، قلنا الارتفاع بتاعها 2 متر، العرض بتاعها من قدام 62، والعمق بتاعها برضو 62. سعرها بتاريخ اليوم 6/7/2022 سعرها عامل 12200. في الحجم الاكبر منها شويه اللي هي بتبقى 468 لتر، بتكون سعرها 16750. في المقاس الاكبر خالص من الشرب التركي اللي هي 565 لتر، بيكون سعرها 20800. كلهم ضمان العربي، ضمان 10 سنين. نبص عليها برضو، افتح لكم تشوفوها برضو من جوه، افتح لكم الثلاجه والديب فريزر، نشوفها برضو من جوه حجمها من بعيد اهو. اهي يا جماعه دي الثلاجه، الشرب اصغر حاجه في الشرب المستورد التركي، سعرها بتاريخ اليوم 12200. عملنا ريفيو عن كل حاجه فيها. يا رب اشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو الجديد، ناخد ثلاجه جديده، ممكن نخش على ثلاجات مثلا زي توشيبا، ال جي، اللي انتوا عايزينه.